هجمة الآن مهدي، بينية حلوة خطيرة، جول، هدف أول، هدف أول، هدف أول يسجله علي مهدي. علي مهدي بالدقيقة 18 من عمر المباراة، رقم 18، وبالدقيقة 18 علي مهدي يسجل أول أهداف المباراة ويسجل هدف الشخص الثالث بعد أو الثالث بعد أن سجل في شباك الأمانة، اليوم يسجل هدف الثاني في شباك الكهرباء. هدف شخص ثاني وهدف أول للطلبة في شباك الحارس عمار علي. أول أهداف المباراة لمصلحة الطلبة. شوف الكرة لعبت ما بيها تسلل، توغل من بين المدافعين ولعبها بذكاء إلى العمود البعيد وأحرز الهدف الأول. مهدي كامل يصنع الهدف الأول من مهدي لمهدي، والرقم 18 وبالدقيقة 18 يسجل أول أهداف المباراة. واحد الطلبة لا شيء، الكهرباء. مهدي نهاد إلى مهدي، يا سلام مهدي، جول 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 جول. هدف ثاني بجملة ولا أروع ولا أجمل، هات وخذ مع نهاد، وكرة حلوة بيسارية مهدي كامل اللي يحرز الهدف الثاني بالدقيقة 38. مهدي كامل، يعني اليوم الأهداف مهدي كامل 19 ضربة في 2 38، وبالدقيقة 38 شوف الكرة حلوة، شوف نهاد شون هيها حلوة وبيساريته يلعبها على العمود البعيد بذكاء ودهاء. حلوة 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 من مهدي. مهدي يسجل هدف الشخص الرابع بعد أن سجل في شباك الكرخ والشرطة والحدود، يسجل في شباك الكهرباء. 2 الطلبة لا شيء، الكهرباء. 2 الطلبة لا شيء، الكهرباء. بدايته في كلا الشوطين الأول والثاني كانت بداية جيدة. حمد جواد، حمد يحاول وجول. هدف ثالث، هدف ثالث، هدف ثالث للأنيق، وبأناقة رائعة من محمد جواد. محمد جواد يسجل بالدقيقة 78 هدف التقدم الثالث وهدف الشخصي، وهدف الشخصي السادس بعد أن سجل في شباك الكهرباء ودهوك نفط ميسان والحدود ونفط الوسط، يسجل في شباك الكهرباء الهدف الثالث، وستة أهداف لهذا اللاعب. 3 الطلبة لا شيء، الأنيق، وهدف رائع، هدف جميل، هدف جميل من محمد جواد بكرة جميلة لعبها من زاوية صعبة تمر إلى سقف المرمى. شوفها بالإعادة ما بيها تسلل، شوفها بالإعادة، شوف 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 مع الانطلاق ما بيها تسلل، ومر من وراء المدافع ولعبها، لعبها بيساره إلى سقف المرمى من زاوية صعبة، زاوية صعبة تعانق الشباك وتحرز ثالث الأهداف وثلاثة أهداف أنيقة للأنيق في لقاء اليوم. 3 الطلبة لا شيء، الكهرباء.